مساء الخير. قد يكون مبررا أن يحاول البرلمان تمديد عمله في جلسة مفتوحة خوفا من الفراغ الدستوري، لكن ملء الفراغ لا يعني أنه نهاية أزمة يحذر من تصاعدها المعنيون، وربما تنحدر لمستوى الحرب الأهلية إذا لم يتم احتوائها بحكمة ومسؤولية. وإلا ماذا يعني عودة التوتر الأمني هنا وهناك؟ ماذا يعني سرقة رواتب المعلمين والمدرسين في راوة؟ ماذا يعني تجدد الأحداث الأمنية في كركوك؟ ماذا يعني توغل الأتراك في قنديل؟ وماذا يعني أيضا تنامي تجارة المخدرات؟ إنه الهيروين يغزو أسواق العراق وعقول الشباب يا سادة. البلد بحاجة لوقفة، بحاجة لبناء، بحاجة لمسؤولية. فما زالت محافظات الجنوب تتمنى الإعمار ولم تستلم مستحقات البترودولار، وما زالت الحدباء إذا ما انطلق الإعمار فيها الآن بحاجة إلى 5 سنوات لإنجاز بنائها. مصادر برلمانية: من حق البرلمان عقد جلسة مفتوحة بدون اكتمال النصاب. سرقة رواتب المعلمين والمدرسين في قضاء عانة في الأنبار. معاقبة ضابط أدى التحية لسلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق. بعد ضبط نصف طن من الهيروين في أم قصر، إلى أين تجرفنا المخدرات؟ أوضح القيادي في ائتلاف الفتح اسكندر وتوت أن من حق البرلمان تمديد المدة القانونية لجلساته لتفادي حصول فراغ دستوري في البلاد بعد انتهاء عمر الحكومة والمجلس. وتوت أفاد بأن الجلسة التي دعا إليها الجبوري ستكون مفتوحة ويمكن أن تعقد دون الحاجة لاكتمال النصاب. وينضم معنا عبر الهاتف السيد اسكندر وتوت عضو مجلس النواب العراقي. سيد اسكندر، يا هلا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. أولا أريد أعرف، هل عقدت جلسة اليوم بنصاب كامل؟ وأيضا هل أغلقت أم ما زالت مفتوحة؟ اليوم حضر الاجتماع كثير من النواب، ولا يشترط أن يكون هناك نصاب كامل لأن الجلسة مفتوحة، فأي عدد مهما يكون هو يمثل مجلس النواب. إيش قد عدد الحضور عفوا؟ ايش قد كان عدد الحضور؟ ما يهم عدد الحضور، ما يهم. ما يخالف، ما يخالف، بس انا اريد اعرف ايش قد كان عدد الحضور في جلسه اليوم؟ يعني يتراوح بين 80 الى يعني بالضبط ما حسبنا ما عددنا يعني ايش قد. ما حسبتوا العدد، طيب. كان هذه الجلسه هذا 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 مو هذا مو خرق. قبل ما اتحدث عن تفاصيل الجلسه، لا، عقد جلسه دون اكتمال النصاب. الجلسه مفتوحه. جلسة مفتوحة، وإذا مفتوحة لا يشترط أن يكتمل النصاب. طيب. لا يشترط أن يكتمل. شنو لم يعد قد عدد الحاضرين. شنو اللي تم مناقشته بالجلسة سيد اسكندر؟ مناقشة اليوم مقترح قانون تمديد مجلس النواب لحين موافقة المحكمة، مصادقة المحكمة الاتحادية على المجلس. وتم قراءته، ويوم الأحد سيقرأ قراءة ثانية لهذا المقترح القانون حتى يتم الاتفاق عليه ويرفع للجهات المعنيه الموافقه عليه. هذا القانون او مقترح القانون يستند على مواد دستوريه، والدستور المفروض يتحدث عن توقيتات، عفوا الدستور يتحدث عن توقيتات فيما يخص مده عمل مجلس النواب، هذا اولا. ثانيا، مجلس النواب انتخب من قبل الشعب ل4 سنوات، فبالتالي إذا كان أكو إمكانية لتمديده فيكون من قبل الناخب، من انتخب مجلس النواب من قبل المواطن العراقي، مو من قبل مجلس النواب نفسه. أخي العزيز، تمديد فترة مجلس النواب للظرف الحالي اللي يعيشه العراق ما ممكن هكذا يكون. العراق الظرف الحالي اللي يمر به العراق ظرف صعب، لذلك من هو يمثل الشعب؟ هو مجلس النواب. لذلك طالب مجلس النواب لتمديد فترة مجلس النواب لحين مصادقة المحكمة الاتحادية على النواب الجدد. أفهم من كلامك هذا التمديد أنتم بناء على الظروف الحالية العصيبة الصعبة اللي يمر بها البلد،
ولا يستند على أسس قانونية دستورية. لا أخي، من حق مجلس النواب، من حق أن يعقد هي جلسات، ومن حق أن يطالب بتنفيذ فترة مجلس النواب. وفق أي مواد؟ هذا الحق سيد اسكندر، وفق أي مواد؟ أي مواد قانونية أو دستورية؟ موجودة أخي العزيز، موجود في القانون، موجود أنه الظرف اللي يمر به العراق استوجب مجلس النواب أن يخترع في تنفيذ فترته، ومو يعني احنا لأنه أعضاء في مجلس النواب نبقى في مجلس النواب، لا أخي العزيز، لكن الظرف اللي يمر به العراق يستوجب من هو الذي يمثل الشعب غير مجلس النواب. زين، القراءة الأولى تمت والقراءة الثانية المفروض لمقترح قانون تمديد عمل مجلس النواب حتم يوم الأحد. استشاريتوا المحكمة الاتحادية؟ يعني بينكم بين المحكمة الاتحادية اتصالات هاتفية، رسائل، عرفتوا موقف المحكمة الاتحادية؟ لو تنتظروه يحضر بشكل رسمي. أنا أخي العزيز، احنا راح يرفع المحكمة الاتحادية. زين. والمحكمة الاتحادية هي القرار يعني. واضح سيد اسكندر وتوت عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا. أيضا أفاد مصدر مطلع بأن هيئة النزاهة استدعت أعضاء مفوضية الانتخابات ومقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية في مجلس المفوضين السابق للتحقيق في صفقة أجهزة تسريع نتائج الانتخابات. المصدر أشار إلى أن أعضاء مفوضية الانتخابات لا يزالون يحضرون إلى مكاتبهم في مبنى المفوضية، وأنهم يتجمعون بهيئة القضاة المشرفة على عمل المفوضية حاليا. أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة الأنبار بأن مجموعة مسلحة قامت بسرقة رواتب معلمي ومدرسي قضاء عانم. المصدر أضاف أن عملية السرقة نفذت أثناء قيام الموظفين بنقل الرواتب من وسط الرمادي إلى القضاء. أيضا أوضح مصدر مطلع في وزارة الدفاع أن لجنة تحقيقية داخل الوزارة أصدرت أمرا بتجميد عمل عميد ركن في الاستخبارات العسكرية بسبب أدائه التحية العسكرية لوزير الدفاع الأسبق الفريق الركن سلطان هاشم أحمد، وكان الضابط المعاقب أدى التحية لهاشم أثناء جولة تفقدية لسجن الحوت في ذي قار. بين الأمن والسياسة، حراك قلق وتوجس من المستقبل. تداخل الأحداث الأمنية بالواقع السياسي الذي تمر به البلاد جعل الكثير من المختصين يعبرون عن قلقهم من ترجمة أجواء الخلاف إلى أزمات أمنية في الشارع على حساب المواطن ومستقبل البلاد. واحدة من التصريحات اللافتة في هذا المجال ما قاله حاكم الزاملي رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان: العراق مقبل على حرب أهلية. فما الذي دفع الزاملي للإدلاء بهذا التصريح؟ ومعنا هنا في الاستوديو السيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية. سيد حاكم، يا هلا بك. أهلا وسهلا، نورتنا بحضورك. أهلا وسهلا. الله بالخير. الله بالخير. شلون الأمور؟ حبيبي شلونكم؟ خلي نبدي بالبداية من فضلك وأسأل عن المعلومات المتوفرة عند لجنة الأمن والدفاع النيابية بخصوص الضربة الجوية اللي حصلت قبل أيام على الحدود العراقية السورية. إلى حد الآن ما عرفنا الحقيقة وين، يعني قادة سياسيين حاليا كانوا سابقا في الحشد الشعبي تحدثوا عن ضربة توجهت لمقرات للحشد الشعبي واتهموا الأمريكان. نعم. بالمقابل الأمريكان نفوا، بالمقابل أيضا مركز الإعلام الأمني العراقي ينفي تعرض أي قوة من القوات العراقية إلى ضربة جوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بدي تحية لك وللمشاهدين الأعزاء. الحقيقة ما حدث على الحدود السورية العراقية هي ضربة جوية، ولحد الآن طبعا لم تثبت لدينا ضربة جوية أو بطائرة مسيرة أو صواريخ بعيدة المدى، لكن الضربة حصلت. نعم، أكو ضربة، وبالتأكيد كان عدد من الشهداء والجرحى بحدود أكثر من يعني 20 شهيد. استهدفت هذه الضربة كتائب حزب الله، وهو طبعا جزء من منظومة الحشد الشعبي باعتباره لواءين هناك، لواء 45 و 46. تعرف الحدود العراقية السورية اليوم يعني ماكو يعني تقيد بالحدود باعتبار أنه أكو إرهاب، أكو داعش. العراق يقوم بضربات جوية داخل عمق السوري من خلال طائرات الF-16. أنا يعني من خلال المتابعة لاحظت هناك تضارب في البيانات، يعني قيادة العمليات المشتركة تقول أنه هناك قوة متواجدة في داخل الأراضي السورية بحدود كيلو ونص. الحشد الشعبي يقول لدينا لواء أو لواءين متواجد بحدود 700 متر داخل الأراضي السورية
أسباب أنه طبيعة المنطقة يعني لا يمكن تأمينها. أولا اللي فهمته من كلام حضرتك أنه القوات عراقية جزء من الحشد الشعبي، جزء من الحشد وثانيا الشعبي. القوات ليست داخل الأراضي العراقية، داخل الأراضي السورية، إن كانت 700 نعم 700 متر أو 700 كيلو أو بالتأكيد وليس داخل الأراضي العراقية باعتبار أنه خارج يعني نطاق الحدود العراقية. لكن بعض الأحيان أنت المناطق الصحراوية لا يمكن يعني أن تقيم بها مواضع لأن وضعها وعندك إرهاب قد تتقدم للأراضي السورية. طبيعي هذا الدخول إلى الأراضي السورية تنسيق. متر أو عشرة متر أو كيلو أكو تنسيق بينه وبين السوريين طبعا أكو خلية بعلم بغداد نعم وبموافقة حكومة بغداد أكو خلية. لكن بعض الأحيان يعني يصير بعض التصرفات وبعض الأمور والاجتهادات من قبل القيادات الميدانية دون أن يكون تنسيق عالي المستوى بحيث إعلام مثل قيادة العمليات المشتركة. أنا تفاجأت قيادة العمليات المشتركة ما عتعلم بالأمر يعني هذا بالتواجد داخل الأراضي حسب ما بيانهم يعني اللي وبعدين سألين هيئة الحشد الشعبي كذلك بينت أنه ما عندنا قطعتنا. بعدين تبين أنه أكو لواءين لواء 45 46 تابع للحشد الشعبي. الضربة أمريكية الضربة لحد الآن الأمريكان طبعا يقول مو إحنا ما إن نشاط جوي. بعض الجهات لمحت أن إسرائيل هي التي قامت بالضربة وهذا مشكلة يعني مشكلة كبيرة وخطيرة أنه تستخدم إسرائيل جهدها في يعني في المناطق يعني في الحدود العراقية السورية. الأمر ذهب يوم أمس لجنة مشتركة من قيادة العمليات المشتركة ومن الحشد الشعبي للكشف أولا لمعرفة مكان الضربة بالضبط تحديدا إيش قد مسافته داخل أو خارج هاي واحد. القضية الثانية نعرف نوع الصواريخ المستخدمة هل هي طائرات حربية هل هي صواريخ بعيدة المدى أو حد الآن طائرات مسيرة. لحد الآن الوفد ننتظر أن يرجع ويعطينا تقرير مفصل بهذا الموضوع. حضرتك مؤخرا أيضا حذرت من انفلات أمني داخل بغداد مع قرب انتهاء عمر الحكومة وطالبت القائد العام للقوات المسلحة ببسط سيطرة الحكومة على مقرات الأحزاب وحصر السلاح بيد الدولة مثل ما قلت حضرتك بتصريحك. من شنو متخوف وما تشوف يعني كلامك بنوع من التهويل والتفخيم؟ أنا ما قلت حرب أهلية، أنت بالبداية قلت حرب أهلية. زين هو من تقول انفلات أمني في بغداد يعني انفلات أمني في بغداد أخو أو وقت الحرب الأهلية. انفلات أمني شنو المشكلة أخي العزيز؟ أنت عندك قائد عام قوات مسلحة، عندك وزير الدفاع، عندك وزير داخلية، زين. عندك حكومة. زين. لما الحكومة اليوم تلاحظ كل الحكومة المشغلة بالاتفاقيات والتفاوض وكثير من الأمور قد ينشغلوا عن واجبهم ومهمتهم الحقيقية. اليوم تجد أن البرلمان يطالب بتمديد عمر البرلمان زين. قد لا يحصل على الموافقة من قبل المحكمة الاتحادية ويتوقف الدور الرقابي والتشريعي. الحكومة تبقى حكومة ضعيفة، حكومة تصريف أعمال. احنا بحكومة قوية تجد اكو خروقات. الجيش التركي اليوم داخل بالأراضي العراقية بجبال قنديل. عندك طريق طوس خرمات وكركوك كل فترة نسمع ينقطع وتحدث بعمليات سلب وقتل كلهم مو جديدة سيد حاكم. عندك ديالة، عندك بالمنطقة الصحراوية هسه بعد الضربة اللي صارت زين. وقبلها أكو أعداد كبيرة من الإرهابيين بالمنطقة الصحراوية. خلينا نتداخل وياك. كل هاي حالات خطف ومساومة وابتزاز. كل هاي الأحداث أولاً مو جديدة. مقرات الأحزاب موجودة ومقرات الأحزاب مليانة سلاح والأحزاب عندهم هواية سلاح وجماعات مسلحة. هذا أولاً. هاي الأحداث اللي تفضلت حضرتك بذكرها موجودة من سنوات. ثانياً أنت ما جاي تتحدث عن كركوك ولا جاي تتحدث عن مناطق صحراوية، تتحدث عن بغداد عن عاصمة. ليش هذا التركيز على انفلات أمني يمكن أن يحدث في بغداد؟ أنت من تضعف الحكومة، حكومة تضعف، ماكو جهة تراقبها، حكومة منشغلة بتفاهمات واتفاقيات وصراعات طبعاً بالتأكيد. اليوم مثلاً قد يعني بعض الأحيان الحكومة يعني رئيس الوزراء يطلب تجديد ولاية أو قد لا تجدد للولاية. أكو أمور يعني أكو انشغال للحكومة، انشغال لرئيس الوزراء. هذا الانشغال يخلينا بقلق. ولذلك أنا من حكيت أنا أشاركك هذا القلق خصوصا بعد حادثة شارع فلسطين الأخيرة. بالضبط هسه أقول لك أنا من أقول هذا الكلام إحنا نريد أولا أن يكون هناك جدية من قبل الجهات السياسية أن تستعجل في تشكيل الحكومة، أن تستعجل في حسم هذه الخلافات الموجودة اليوم. لأنه إذا بقت بهذه الطريقة وما شكلت حكومة بالتأكيد من يستغل هذا الفراغ الدستوري أو الفراغ الحكومي. ما أريد أحكي سياسة بقدر ما أريد أحكي أمن وأريد أخذ من عندك معلومات أتوقع يمك. شو عندي إحساس يقول لي الحقيقة يمك بخصوص حادثة شارع فلسطين الأخيرة؟ نعم. تفاصيل. نعم الحقيقة ما حدث إنه يعني تعرف أخي العزيز
اغلب فصائل الحشيد واغلب يعني الموجودين يمتلكون سيارات ما بها ارقام، سيارات قد تكون غنائم بالمصطلح العراقي يسموها حديده. زين زين. هذه الاجهزه لكن هم جزء من الحشد. طبعا جزء من الحشد، احنا تكلمنا في اكثر من مناسبه مع قيادات الحشد مع الفصائل، يجب ان ترقم العجلات لانه انت جايبها مثلا هي غنيمه من داعش، هاي عليها اشاره حجز، قد تكون مسروقه، قد تكون، فمن اجت عندك وصارت لازم انت موقفها يكون سليم. طيب. الاجهزه الامنيه تتعامل مع هذه العجله انه مسروقه او عليها اشاره حجز، فلازم توقفهم. هذا اللي صار، انه اجى اخوه من الكتائب وسياره ينتمون للحشد زين، وعجله النجده كان مرابطه، فمن شافت العجله ما بها ارقام وقفتها دققت بياناتها قالت اشاره حجز، صار احتكاك بينهم وبين الاجهزه الامنيه، صار اطلاق، صار اطلاق نار، تطور الى اطلاق نار، انجرحوا اثنين من الشرطه يعني شرطه النجده. ولذلك قياده عمليات بغداد طوقت الحادث وزجت باعداد كبيره من الاجهزه الامنيه من اجل القاء القبض على القائمين بهذا. كم واحد كان؟ طبعا اثنين. اثنين فقط. نعم. تم القاء القبض عليهم. انا اقول لك بعدها صارت يعني هوسه كلش قويه، لذلك صار اتصال بي باعتبار انا يعني رئيس لجنه امن الدفاع. ذهبت الى مكان الحادث وخلال كلامي مع الاخوه قلت لهم انا اللي اقوله ينفذ، صراحه هم الجميع يحترمون الاجهزه الامنيه والا فصائل الحشد. فكان قراري انه يسلم، هو كان القرار بالبدايه انه يسلم الى هيئه الحشد الشعبي. يعني هو لزم واحد من اثنين؟ لزموا اثنين. اثنيناتهم. اي تم تسليمهم، ولذلك القرار عندما تكلمت مع الاخوه في كتاب حزب الله قلت لهم يسلم الى مركز الشرطه مع العجله اللي رامي. لا لا خلي افتهم. اثنين منو اول اولا منو يعني القى القبض عليهم؟ اي قوه؟ ما القى القبض عليهم. لا شلون؟ لا هم كانوا في مقرهم دخلوا. في مقرهم؟ في مقرهم. بعد ما صار حادث اتصلت حضرتك بالكتائب؟ اتصلت وبينوا انه صارت مشكله. زين. الاجهزه الامنيه طوقت مقر مال الكتائب. طوقتها من كل الجهات. فانا يعني اتوقع راح يصير احتكاك طبعا بالتاكيد لازم ياخذون هذه. انا تدخلت وذهبت للاخوه في الكتائب وكذلك الاجهزه الامنيه كان المسؤولين واتصلت بقائد عمليات بغداد وبينت انه انا راح اشوف الحادث على طبيعته. لاحظت انه الاخوه طالقين نار على شرطي ومجروح. اللي طالق نار مع العجله مع السلاح قلت لهم للاخوه في الكتائب انه يسلم الى مركز الشرطه وفعلا استجابوا لي ما طلبت. تم تسليمه الى مركز الشرطه ولحد الان هو مسجون في مركز شرطه بغداد جديده وسيحال الى القضاء العراقي. هذا طبعا شوفك تداخل الان يا هذه هيبه للاجهزه الامنيه اليوم. اكل ما يخالف. اي ما يخالف بس المفروض الاجهزه الامنيه تقوم بهذا الدور، وزير الداخليه المفروض يقوم بهذا الدور. أنا مو أنا رئيس لجنه الامن والدفاع النيابيه المسؤول عن التشريعات عن مراقبه الوزارات عن استجواب المسؤولين الامنيين مو صحيح؟ انا رئيس لجنه الامن والدفاع، انا المشرف والمسؤول عن الاجهزه الامنيه. والاخوه جميعا يعني يحترموني باعتبار انا يعني من ابن هذه المؤسسه مو بعيد عليها، ولذلك ماكو مشكله اذا انا وغير المهم ممتاز. المشكله نحلها ويعني فرضنا هيبه الدوله بحيث اللي احتدى يسلم الى مركز الشرطه ويسلم تسليم. هيبه الدوله موجوده سيد السلاح سيد والسياره والمحتدي. هيبه الدوله تعتقد موجوده في ظل مقرات الاحزاب الممتلئه بالسلاح وفي ظل ما تقوله جنابك بعض الاحزاب تتخذ من بغداد مقرات لها لترويع وابتزاز المواطنين والتجار في وضح النهار، هذا كلام جنابك، بالتالي وين هيبة الدولة؟ يعني شوف احنا تكلمنا كثيرا بهذا الموضوع. تكلمنا على انه يجب ان تسلم المقار، يجب ان يسلم السلاح الى الدولة، يحصر السلاح، وتكلم رئيس الوزراء بداية استلامه قال ستكون الكرادة منطقة منزوعة السلاح. اليوم الكرادة هي ترسانة للسلاح. أه. نعم ترسانة للسلاح. مقرات احزاب، فصائل مسلحة، مجاميع مسلحه تنتقل يعني بعجلاتها وباسلحتها. ذول الشرطه المساكين وهي لا عفوا هاي المجاميع المسلحه وهاي المقرات تبتز المواطنين وتبتز يعني التجار ليلا نهارا مو هالشكل؟ اكو انا ما اقول لك كلهم بس اكو عمليات ابتزاز للتجار، اكو عمليات ابتزاز للمقاولين، اكو عمليات ابتزاز للميسورين، وهاي عندنا شكاوى تم يعني تثبيتها انك لجنه سمي لي اياهم من ذول اللي يبتزون؟ اي جهه منفلتين هم ما يحتم يعني مره يحكي باسم هاي الجهه بهذا الحزب بهاي المسميات لكن بعد ان يتم القاء القبض عليه يتم التبرئ منه وغير تابع لهذا الجهة. لذلك نحتاج ان نفعل ونقوي السيطرات هذه الداخليه ونمنع حركه المسلحين سواء العجلات المضلله عجلات بدون ارقام وكل من يحمل السلاح يجب ان
يتم إلقاء القبض عليه وممنوع حركة المسلحين في بغداد، وهذه مشكلة اليوم انت صارت اكثر. اعطيني مجال شوية حتى استغل الوقت، مو هذا كلام حضرتك عفوا سمعناه من سنوات من حضرتك كرئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، دعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة الدولة. القائد العام للقوات المسلحة يدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيبة الدولة. كل الأحزاب حتى الأحزاب اللي تمتلك سلاح خارج سلطة الدولة تتحدث عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وباقي السلاح منفلت، الدعوات حاضرة دون معالجات، حتى بيوت الله بيها سلاح اليوم في بغداد، صح لو مو صح؟ وين وصلتنا الدعوات؟ هي ليش ماكو معالجات؟ ليش أنا أظل أدعو؟ المعالجات مو تسألني، أنا جاوبك عليه. المعالجات مو يمي، أنا رئيس لجنة أمن الدفاع، جهة رقابية تشريعية، مو بيد التنفيذ أنفذ. أنا لو بيد التنفيذ ما أخلي قطعة سلاح بالشارع العراقي، لو بيد التنفيذ ما أخلي مسلح يتجول في بغداد ولا في العاصمة، يعني المحافظات الأخرى. التنفيذ بيد الجهة التنفيذية اللي هي وزارة الداخلية، قيادة عمليات بغداد، القائد العام القوات المسلحة. إيه علي، ما يقدرون ينفذون يجون يمك تقولهم ليش ما نفذتوا؟ أي هذا واجبك جاي نتكلم، مو صحيح؟ جاي نتكلم بهذا الأمر، بس أنت تعرف اليوم البرلمان في نهاية عمره، يعني هواي أمور ومنشغل في جوانب معينة، أنت تعرف الانتخابات والتزوير وتمديد عمر البرلمان. لذلك إحنا جايين نقولهم يا أخوان عليكم أن تقوون السيطرات وتمنع كامل، وخلي بها كاميرا تراقب من تجي أي مسلح أو أي سيارة مظللة أو أي فصيل. أنت تلاحظ، أنت تدري اليوم بعض الجهات وبعض الفصائل وبعض القيادات يمشي له برتل فد 20 سيارة سيارات مظللة وأسلحة ومسلحين. يجب احنا حددنا، ليش ما تعترف لي وتقول لي الاحزاب اقوى من الدوله بدليل طبعاً رئيس لجنه الامن والدفاع يدعو الى حصر السلاح دون حصر السلاح، القائد العام للقوات المسلحه نفسه يدعو دون اجراءات، بالتالي الاحزاب اقوى من الدوله سيد حاك. نعم الاحزاب قويه قويه، بس لو جاءت حكومه او جهه قويه وتفرض تطبق القانون اللي قلناه انه قائد الفرقه، احنا هسه قايلين على مستوى الوزير لازم ثلاث عجلات، البرلماني لازم ثلاث عجلات، انت تعال شوف لي الوزراء ايش قد كل واحد كم سياره يمشي بي. بالتأكيد هذا يشجع الآخرين. حضرتك كم عجلة؟ ها؟ حضرتك كم عجلة؟ أنا ثلاث عجلات بس؟ صدق جيت اليوم متور طلع، مو جيتكم هسه البرلمان؟ ما شفتك هسه. روح طلع واحد، خلي واحد يشوف يطلع، إذا أنا زايد على ثلاث عجلات. ثلاث عجلات. الباقين أنت لما تجي مستوى وزير ها؟ روح اسألهم أنت بالباقي هسه من تدخل كم سيارة؟ جيت ثلاث سيارات. المهم الآخرين لما كل واحد جايب له 10 سيارات وآمر لواء إذا بالجيش وقائد فرقة وما أعرف شنو هاي المسميات العسكرية. كذلك فصائل الحشد لازم نتقيد بحركة العجلات، السيطرة لازم تحاسب أي واحد عنده أكثر من 10 عجلات تمر بالسيطرة. هذا أمور لازم نتقيد بها، يعني هذا طبعا إحنا شرعناه بالبرلمان. ما يخلف، ما ظل عندي وقت. من يمتلك سلاح خارج سلطة الدولة يعتبر خارج عن القانون. نعم مو؟ طبعا. أكو وصف آخر؟ لا، خارج عن القانون. سمي لي دول الخارجين عن القانون. أي جهة تمتلك سلاح، هو اريد اعرفه ماني ما اخو ما اقول لك انا لما نلقي القبض عليه نقول هذا، لكن انت لازم تعرف سرايا السلام مع القانون ام خارج عن القانون. مع القانون. السلاح اللي انفجر بالحسينيه الى ماذا يشير؟ السلاح اللي انفجر بالحسينيه توجيهات سماحه السيد الصدر واضحه وصريحه، يجب اخراج جميع الاسلحه من العاصمه بغداد والمحافظه، لا يجوز لاي جهه. السلاح الخاص بسرايا السلام، بسرايا السلام لا يجوز لاي جهه ولأي فرد أن يخزن سلاح في داخل العاصمة بغداد، وسيكون الحساب عليه قاسي وعسير. هذه تعليمات سيد الصدر باعتباره هو مسؤول على هذا. تلاحظ، أما يأتي فرد غير منضبط ويأتي بسلاح مثلا من يعني نزل من سامرة، نزل من مجاهد كذا، وبطريقة أنه هو ما مفاهم الوضع ويخليها في مكان ويسوي هاي المشكلة، هذا مو سرايا السلام ولا سيد الصدر. دقيقة واحدة حتى أخذ منك أكثر صورة أكثر واضحة. ولا معناته هو مسؤول، معناته أكو أشخاص يعملون وياكم غير منضبطين. لا مو هيك، لا هذا معناته هذا الشخص تابع لكم. اسمعني، إجا إنه هو كان هذا السلاح اللي جابه، يعني هو كان في يقاتل في سامر، نزل فتدري أنت ما عند يعني أكو مخازن طبعا وأكو مكانات معينة، فكان مستعجل بطريقة اللي جابها خلاها في مكان معين وانتظر، يعني صارت هذه الحادث. هسه احنا الحادث لحد الان ما عرفنا هل هو يعني فعل فاعل مدبر لان انت تدري اثر علينا، اثر على وضعنا، صرعنا نتكلم صح. بس هل هو اكو جهه؟ ارجع لي الى اوامر السيد مقتدى الصدر باخراج السلاح خارج المدن، مو هيك؟ هسه شنو صار؟ معناته عندكم سلاح طبعا خارج سلطه الدوله، مو خارج ضمن اطار سلطه الدوله. شلون؟ لان انت احنا فصيل من ضمن فصائل الحشد الشعبي،
فصيلي قاتل عندك، لا ماسك سامرة أكثر من 11,000 مقاتل، هذول شنو؟ عندك 3,000 في كربلاء مقاتلين قاتلوا. هاي القوة، هاي القوة اللي تتبع الدولة، اللي هي جزء من الحشد، بالتالي تحركات السلاح تحركاتها هي بعلم الدولة، مستلمته واستلام وكتاب وصادرة واردة، مو هالشيء هذا صح. فمو يجي للحسينية بكيفه، لا هذا انا اقول لك هذا يعتبر غلطان. والسيد الصدر في بيانه وفي مؤتمر وشرقية نقلته قال هذا هارب وسيسلم الى الدولة، مجرد القاء القبض عليه. تم القاء القبض عليه، هارب الى الان. يعني انت اذا واحد هرب سوى مشكله، هسه اليوم يصير حادث قتل كذا، هرب بس يعني صدر عليه امر قبض ويسلم للدوله. اكثر جهه منضبطه، اكثر جهه تحاسب افرادها هو التيار الصدر وسماحه السيد الصدر. وبدليل اليوم ماكو اليوم ولا قطعه، يعني الكل صار توجيه. اذا كان واحد غافل ما منتبه، الكل سلاحهم لازم يكون في مخازن وخارج بغداد ولا يسمح بوجود. إشارة إلى وزارة الداخلية ممتاز. بتفتيش المناطق السكنية في مدينة الصدر في بغداد، ولا يسمح بوجود أي قطعة سلاح خارج إطار الدولة. خلينا شكرك السيد حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، شكرا لحضورك. على شكرا، نورتنا. التربية تنفي تسرب أسئلة الامتحانات الوزارية، وصفحات الإنترنت تؤكد عكس ذلك. دفعة من مخصصات البترودولار لتعزيز الخدمات في البصرة. أكد مدير آثار محافظة نينوى مصعب محمد جاسم اقتراب موعد المباشرة بترميم المئذنة الحدباء وما حولها في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بتمويل إماراتي وإشراف اليونسكو، فيما أشار إلى أن الترميم سيستغرق أكثر من 5 سنوات. أكدت وزارة التربية أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تسريب أسئلة الامتحان الوزاري لمادة التربية الإسلامية عار عن الصحة، مبينة اعتمادها آلية جديدة في توزيع الأسئلة تضمن عدم تسربها إلى العلن. وكانت أطراف محلية مختلفة أفادت بأن أسئلة امتحان الإسلامية الوزاري سربت ونشرت بعض الأسئلة على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. على صعيد المتصل، أعلنت وزارة الاتصالات تقديم موعد قطع الانترنت إلى الساعة 6 صباحا بدلا عن 8 حسب طلب وزارة التربية، منعا لتسريب الأسئلة الوزارية عبر الانترنت. وقد أثار هذا الإجراء عدم ارتياح عام لدى الأوساط المحلية المستخدمة للانترنت باعتباره تجاوزا على حق المستخدم. أكدت الحكومة المحلية في البصرة أن وزارة المالية صرفت للمحافظة 97 مليار دينار وفق مشروع البترودولار كجزء من موازنتها للعام الحالي، مؤكدة أن نسبة من هذه المبالغ خصصت لإكمال تنفيذ مشاريع خدمية متوقفة. ويأتي هذا الخبر وما زالت محافظات الجنوب الأخرى تطالب بصرف مستحقاتها من مشروع البترودولار. مواضيع أو ملفات عديدة تخص محافظة البصرة نناقشها مع السيد أحمد الصلياطي عضو اللجنة أو رئيس اللجنة المالية في مجلس البصرة عبر الأقمار بعد الفاصل. رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة السيد أحمد الصلياطي، أهلا بك سيد أحمد. حياكم الله وشكرا لكم على الاستضافة يا هلا ومرحبا جميع مشاهديكم الكرام. مؤخرا البصرة استلمت دفعة أولى من أموال البترودولار 97 مليار دينار، إذا الرقم دقيق عندي وإذا خطأ صلح لي. هاي من أصل شقد عندكم بذمة الحكومة من أموال البترودولار؟ ما لنا في ذمة الحكومة كثير، وهو أكثر من أن يحصى، سواء كان لسنوات سابقة أو لهذه السنة. المبلغ الذي تم استلامه هو مستحقات أصلا يفترض أن تصرف في السنة الماضية، لأنه في السنة الماضية مستحقاتنا بلغت 162 مليار للمشاريع اللي تم استئناف العمل بها بعد قرار الإيقاف اللي هو 347 سنة 15. تم استئناف العمل ببعض المشاريع اللي متجاوزة 80% نسب إنجاز، وهذه المشاريع تحتاج يعني تحقق بها ذرعات جديدة، وبالتالي صار استحقاقاتها 162. السنة الماضية تم إلغاء البترودولار ولم يصل إلينا ولا دينار واحد. عفواً سيد أحمد، فرحلت المستحقات إلى هذه السنة. هاي ال 162 مليار دينار هي حصة البصرة للعام الفائت من أموال البترودولار؟
لا هذه ليست الحصة، وإنما هذا ما تم صرفه بالفعل على مشاريع أصلا موجودة في محافظة البصرة. هاي حجي وناقشها. لا لا مو أنا أريد أفهم، أنا أريد أفهم وحدة وحدة، هاي حجي وناقشها وتفاصيل أخرى. أنتم استلمتوا الآن دفعة أولى 97 مليار دينار من أموال البترودولار، إيش قد باقي الدفعات؟ إيش قد عندكم ذمة الحكومة إذا كان الرقم حاضر عندك؟ وش وقت المواعيد؟ هل أبلغتكم الحكومة بمواعيد معينة لاستلامكم باقي الدفعات باقي المبالغ؟ نعم. في البداية طبعا قانون الموازنة نص على أن سعر برميل النفط هو 47 دولار، وحجم الإنتاج هو 3,888,000 برميل يوميا. حصة البصرة منها 3,330,000 برميل. إذا جمعنا هذا المبلغ راح تكون حصة البصرة أكثر من 3 تريليون دينار في السنة، لكن ما تم تخصيصه للبصرة هو 269 مليار فقط، 31 منها تنمية أقاليم، و 238 بترو دولار. اللي وصلنا الآن من ال 238 97 مليار فقط. نعم. أيضا عندكم ذمة الحكومة 360 مليار أموال تنمية الأقاليم حسب قانون الموازنة سنة 2017. هذا متى عفوا ظل 30 مليار تنميه اقاليم، 31 مليار تنميه اقاليم، وبقالنا تقريبا 138 او 139 من البترودولار. ارجع لي لل 97 مليار دينار، هاي وين حتنصرف حسب الخطه الموضوعه من قبل؟ انا مثل ما ذكرت لك، مثل ما ذكرت لك انه احنا عندنا مستحقات للشركات المنفذه لمشاريع تم تنفيذها بالفعل تطلب 162 مليار في السنة الماضية، لم تسدد ولا دينار واحد بسبب إلغاء البترو، تخصيصات البترو دولار الخاصة بالبصرة في السنة الماضية ألغيت بموجب تعديل قانون الموازنة بشهر الثامن، ولم يصرف ولا دينار واحد في السنة الماضية للبصرة. وبالتالي يعني احنا هذه السنة ما خصص لها، هاي 97 مليار حتنشال تروح تروح للشركات اللي تطلبكم 162 كلها، لو حتكون نسبة من السنة الماضية من هذا المبلغ من السنة الماضية. لا كل ما تم تخصيصه سيصرف كمستحقات للشركات، لأن احنا محتاجين أن هذه الشركات تستمر وتكمل أعمالها. إذا ما ننطيها فلوس ما راح تكمل الأعمال، وهاي الأعمال مهمة تتعلق بمشاريع بها خدمات، يعني بالكهرباء أو يعني البلديات. لا أنا صار عندي لبس حقيقة، ما فهم السيد أحمد، أنت قلت المشاريع منفذة كاملة، هذا اللي افتهمته من لا عفوا مستحقات ذرعات منفذة، يعني ذرعة منجزة، يعني هي هم نفذ جزء، من ينفذ جزء يحتاج أن تصرف لذرعة. إذا مشاريع غير كاملة، مشاريع منفذة نعم لكن غير كاملة. منجزة بشكل كامل، متوقفة الآن. نعم. كم مشروع؟ نعم متوقفة حاليا. كم مشروع متوقف الآن؟ كم مشروع؟ البصرة تم إيقاف مشاريعها في سنة 2015 بموجب قرار مجلس الوزراء 347، وتم تحويل المقاولين إلى الحكومة الاتحادية، يعني إلى وزارة المالية، وتصرف لهم مستحقاتهم عن الأعمال التي تم تنفيذها بالفعل عن طريق السندات. لكن إحنا البصرة أخذنا باعتبار عندنا تخصيصات بترو دولار، أخذنا استثناء وتم استئناف العمل ببعض المشاريع اللي جاوزت نسبة إنجازها 80%. هذه المشاريع إحنا المشاريع الكلية نحتاج تقريبا أكثر من 2 تريليون حتى نكملها. عندنا مشاريع متوقفة تحتاج أكثر من 2 تريليون، صرف عليها أكثر من 3 تريليون، وتحتاج إلى أكثر من 2 تريليون حتى تكمل. هذه المشاريع إذا ما تكمل 3 تريليون التي صرفت ستذهب هباء منثورا، وأيضا الخدمات المرجوة من هذه المشاريع لا يمكن إيصالها للمواطنين لأن المشاريع لم تكتمل، وسيؤدي التوقف إلى اندثارها بشكل كامل. أنا عندي عموما عندي نقطة أهم من المشاريع سيد أحمد، المفروض عندكم رواتب 3 اشهر متاخره لالاف من الموظفين، مو هالشكل؟ لا عفوا احنا حتى يكون الكلام واضح امام المواطنين، احنا عندنا البترو دولار من حقنا نحول 50% من عنده الى الموازنه التشغيليه. هذه الموازنه التشغيليه تشمل عده ابواب، تشمل اعمال التنظيفات احنا مخصصين لها في سنه 2018 61 مليار زين، وتشمل اللي هي هاي الاف الموظفين تقريبا اغلبهم هم على عمال تنظيف، وتشمل ايضا المعلمين والمدرسين المتعاقدين مع المحافظه اللي هم تقريبا 1700 مدرس ومعلم، ولهم تقريبا 8 مليار لعموم السنه، يعني كل فتره السنه الدراسيه. وعندنا ايضا موظفين او متعاقدين مع ديوان المحافظه
على البترودولار ويعني بعض المشاريع. دول الموظفين من معلمين مدرسين الى عمال اجراء يوميا رواتبهم متوقفه من يعني ما استلموا راتب من كم شهر؟ حاليا تم صرفها يعني اخذت سلفه من 97 مليار على ان يتم ان شاء الله لاحقا تسويه هذه السلف من المبالغ المتبقية لنا من البترودولار عندما تصرف سيتم تسديدها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. المفروض أيضا خصصتوا 51 مليار دينار لدوائر البلدية من أجل أعمال التنظيف بالمحافظة إذا كان الرقم دقيق عندي. التخصيص الكلي 61 مليار ولكن مليار. مجلس المحافظة كان عنده إيرادات انطاهم منح للأشهر الأولى لأنه ما انصرفت مع الأسف الحكومة الاتحادية نايمة ما تعرف الموضوع شنو. فاحنا عندنا يعني بعض الاموال اضطرينا نصرف لعمال التنظيف شهرين انطيناهم تقريبا 3 مليار او 4 مليار وعندنا ايضا المعلمين ثلاث اشهر الاخيره من السنه الماضيه ايضا صرفنا لهم مستحقاتهم وايضا بعض العمال هذه منح من الايرادات المحليه اللي مع الاسف يعني شحت عليها نفوس. لا انا هسه مالي لازم بالرواتب اتحدث نعم. عن اموال خصصت 61 مليار لدوائر البلديه من اجل اعمال التنظيف. البصره وسخه، مدينة مو مال عيش بشري، محافظة مو مال بشر، مو هالشكل. المفروض هسه اكو اموال لاطلاق نوعا ما عمليات التنظيف هسه مع الشركات المنفذة الموجودة اللي حضرتك في اكثر من وقت سابق اتهمتها بالفساد، مع جهات اخرى، مع ابناء المحافظة. المفروض الواقع حيكون افضل خلال الاشهر القادمة. نعم استاذ حسين، ليكون واضح ايضا لديك ولدى المشاهدين الكرام، احنا نتحدث عن تخصيص ما نتحدث عن تمويل. التمويل لحد الان صفر. احنا الان راح ندخل بشهر السابع، يعني اكثر من نصف السنه مضى ولحد الان الحكومه الاتحاديه لم تمول ولا دينار واحد لمشاريع التنظيف عدا تعطي منحه 250 مليون للبلديات و250 مليون للبلديه، يعني 500 مليون شهريا. هذه منحه اتحاديه مجموعها بالسنه الكامله 6 يعني مليارات. لكن احنا نحتاج 61 مليار. ماكو تخصيصات لحد هذه اللحظه، ماكو تمويل. العفو، احنا فقط نتكلم عن تخصيص، احنا نريد التمويل. التمويل متوقف لحد هذه اللحظه. ايضا خليني اخذ باخر دقيقه هاي العشرة مليار اللي خصصتوها لاستقدام فرق طبيه اجنبيه ودعم برنامج معالجه الحالات الصعبه. شنو هاي الفرق الطبية الأجنبية وشنو هاي الحالات الصعبة وش قد عددها؟ نعم طبعا هذا يعني مو يعني الإجمال، وإنما إحنا عندنا من ضمن البترودولار إن حق نحول مثل ما ذكرت لك قبل قليل 50%. هذه 50% تصرف في أبواب متعددة من ضمنها علاج الأمراض المستعصية. العشر مليارات تم توزيعها على عدة أمور، من ضمنها عندنا 3 مليارات وكسور إحنا صارفينها في السنة السابقة وبعد إلغاء البترودولار بقت ديون على المحافظة، هذه تسدد. وخصصنا 4 مليار لإخراج المرضى خارج العراق اللي ما لهم علاج داخل العراق، ما ممكن علاج داخل العراق. كم حالة؟ حالات كثيرة لا تعد ولا تحصى، ماكو حالات محددة. من تطلق المشروع يطلق راح يقدمون وحسب الأولويات نطلع الحالات اللي أكثر استحقاقا يعني. وعدنا والله يا سيد احمد، انا كل اللي افتهمته واعتبر فهمي بسيط، كل اللي افتهمته هذا كل اللي حكينا به حبر على ورق. الى الان تخصيصات، لا يوجد تمويل، مجرد ارقام على ورق على امل ان تطلق الاموال من اجل تنفيذ كل هذه المشاريع، مو هيك؟ صحيح. وحتى هذا مشروع، حتى مشروع العلاج لحد الان احنا ما وديناه الى وزاره الماليه، من يروح الى وزاره الماليه ما نعرف راح توافق او ما توافق. لحد الان يعني ما حصلت موافقه وزاره الماليه على هذه التخصيصات، هذه تخصيصات الحكومه المحليه خصصتها، لكن هل سيتم اطلاقها بالفعل او لا؟ هذا متوقف على راي يعني الوزاره، وزاره الماليه خلال الايام القادمه او الفتره القادمه راح يعني يكون واضح. سيد احمد السليطي رئيس اللجنه الماليه في مجلس محافظه البصره، شكرا جزيلا. حملة لاعتقال شاربي الخمور في الطرقات والساحات العامة. الحكومة تعلن ضوابط التعيينات وفق حركة الملاك. شنت مفتشية وزارة الداخلية حملة لمطاردة واعتقال متعاطي وشاربي الخمور في المناطق العامة في بغداد والمحافظات،
وحسب المفتشية فإن شارع أبي نواس في بغداد من أكثر الشوارع المستهدفة بهذا الإجراء. أيضا منذ أن أعلن سعد الحديث المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية على حركة الملاك، والشارع مشغول تماما بانتظار تطبيق هذه الخطوة. الحديث أشار إلى أن ما نسبته 5% من التعيينات ستخصص لحملة الشهادات العليا. نناقش هذا الملف ونبحث تفاصيل هذا الملف مع الدكتور سعد الحديثي المتحدث باسم الحكومة. دكتور سعد، يا هلا بك. مرحبا، نورتنا بحضورك. الله أشكرك. أهلا وسهلا بك. الله بالخير. الله بالخير والعافية. الشباب ينتظرون دكتور. من شهر تقريبا أطلق مجلس الوزراء التعليمات الخاصة بالتعيين على حركة الملاك. صحيح. حضرتك أصدرت بيان بتفاصيل كثيرة. أيضا قبل أسبوع تقريبا الأمانة العامة لمجلس الوزراء نقول أعادت طرح نفس البيان بصياغة مختلفة نوعا ما، لكن إلى الآن الشباب خصوصا ينتظرون التعليمات. يقول لك ما نفذت، شنو الحكومة تراجعت بكلامها، شو وقت موعد تاريخ تطبيق هاي التعليمات وبالتالي نتحي. التعليمات صدرت قبل حوالي 3 أسابيع في جلسة لمجلس الوزراء أقر تعليمات التعيين على الدرجات الوظيفية الشاغرة والمحددة في الملاك المصادق عليه نتيجة حركة الملاك حتى نهاية عام 2016، لكن الأمر مرتبط بنشر هذه التعليمات. كما تعرفون أي قانون أي قرار يصدر حتى يتم مباشرة تنفيذه يحتاج إلى أن ينشر في الوقائع في الجريدة الرسمية، وبالتالي ننتظر مجرد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية بعدها يأخذ طريقه إلى التنفيذ والتفعيل. شو وقت المفروض الموعد؟ يعني بعد كلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمفروض الأمانة العامة عن طريقها تحول تعليمات مجلس الوزراء إلى الوزارات المعنية، مو هالشكل؟ لكن بعد أن ينشر في جريدة الوقائع الرسمية. عادة إيش قد يأخذ هذا الوقت؟ يعني هذا الأمر مرتبط بالجريدة نفسها، جريدة الوقائع الرسمية، ربما يعني أسبوعين ثلاثة لا أعرف بالضبط. بالتالي ماكو موعد محدد، تاريخ محدد. بالطبيعة نتحدث عن أسابيع في أقصى حد، يعني هناك أعداد تصدر بصورة دورية للجريدة، وفي أقرب عدد يصدر سوف ينشر تنشر التعليمات، وبعدها مباشرة تقوم الأمانة العامة بتحويلها. هنا الجهة المعنية بصورة مباشرة فيها وزارة المالية، على اعتبار أنه الدرجات المعلقة في حركة الملاك حتى نهاية عام 2016 لدى وزارة المالية، بالتالي تقوم هذه الوزارة بعد نشر هذه التعليمات بإرسال جداول وكشوفات إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بعدد الدرجات التي يحق لهم التعيين عليها لكل وزارة ودرجة حسب سلم الوظيفة. خلينا نأخذها أسئلة وأجوبة حتى المشاهد يفهم. نجي نتحدث عن تعيينات ناتجة عن حركة الملاك، أي بمعنى حذف واستحداث. بالضبط. متقاعد يجي شاب بمكانه، مو هالشكل. متوفي يجي شاب. استقالة، تقاعد، استقالة إلى آخره. نعم. آخر. نعم. لأعوام 2014 2015 2016 لنهاية عمل لحد 31/12/2016 و 2017 و 2018. هذا الأمر مرتبط بتوفر التخصيصات المالية، ربما يتم إطلاقها في وقت لاحق. نتحدث عن درجات وظيفية تم تعليقها لفترة نتيجة الظرف الاقتصادي، الأزمة المالية التي مرت بها البلاد، ونتيجة عدم يعني قدرة الحكومة على الإيفاء بالمتطلبات المالية تم تعليقها. الآن بعد أن يعني تم حدوث تحسن نسبي تدريجي في أسعار النفط، بالتالي الحكومة بادرت إلى إطلاق هاي الدرجات الشاغرة. وبالنسبة للسنوات المقبلة أكيد ربما يتم الحديث عنها في وقت لاحق. حجي وأناقش هاي المسألة. إيش قد العدد؟ إذا العدد متوفر، عدد الدرجات الوظيفية. بكل أسف لا أمتلك تفاصيل هذا الأمر. كما قلت يعني الجهة القطاعية الفنية هي وزارة المالية، لديها لكل وزارة أو جهة غير مرتبطة بالوزارة درجات وظيفية تم تعليقها، وبالتالي من خلال جداول معينة سوف تقوم بإرسالها إلى الوزارات المعنية والجهات غير مرتبطة بالوزارة المباشرة آليات للتعيين، وسوف أتحدث عن التفصيل. هي كل وزارة أو مؤسسة معنية بدرجاتها، مو حتنجمع مرة أخرى الدرجات في وزارة المالية ويعيد يعني يعاد إطلاقها. هي بكل أحوال مجموعة ومعلقة لدى وزارة المالية، لكن عندما يتم إطلاقها بعد أن تنشر التعليمات. يعني وزارة التعليم تأخذ العدد اللي عندها، ما لديها كذلك. مئات آلاف لا أعرف بالضبط، وزارة أخرى هكذا نفس الحالة. حدثني عن الضوابط، عن شنو تتحدث الضوابط ومنو اللي يعني تنطبق عليه المواصفات أو الضوابط أو التعليمات؟ يعني هو الآلية التي سوف تعتمد بعد أن يتم نشر التعليمات في جريدة الوقائع، مباشرة سوف تقوم وزارة المالية بإرسال جداول إلى الوزارات والجهات المعنية بهذا الأمر، وتقوم هذه الوزارات عن طريق الوزير أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بالوزارة بتشكيل لجنة معنية في الوزارة من مدراء عامين وموظفين. بأمر من منو عفوا؟ بأمر من الوزير من المختص الوزير. أو رئيس الجهة، كل حسب يعني الوزارة أو الجهة. تتولى الإعلان عن الوظائف الشاغرة، المؤهلات المطلوبة. شنو الإعلان؟ الإعلان عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو الجهة الغير مرتبطة حتى يتم التقديم. يعني
عملية التعيين بدون ضوابط كما كان يحدث الأمر في السابق لم تعد قائمة الآن. هنالك آلية، هناك موقع إلكتروني للوزارة يتم الإعلان عن هذه الدرجات الوظيفية فيه بصورة مباشرة، وتحدد المؤهلات والشروط المطلوبة، وهنالك 20 يوم للتقديم بعد الإعلان أو فتح باب التقديم، وهنالك استمارة تسمى استمارة الدخول إلى الخدمة يقوم بإملائها المتقدم للتعيين الذي تتوفر فيه الشروط بطبيعة الحال، وبعد 20 يوم سوف تقوم اللجنة باختبار إجراء اختبار للمتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، وبعدها سوف يتم من خلال نفس الموقع الإعلان عن من يعني تم قبوله للتعيين ومعدلات المتقدمين للتعيين ودرجتهم في الاختبار وكل المتطلبات المفروضة التي يعني تكشف عن هاي الآليات أو الآلية مضمونة، ضامن أنه ما حتصير عمليات تلاعب وفساد، محسوبية منسوبية ابن عشيرتي ابن حزبي، شلون أنا أضمن أنه العملية حتتم بنزاهة وشفافية؟ ولهذا تم ربط الموضوع بلجنة أخرى سوف تتشكل إضافة إلى اللجان، هذه اللجان الفرعية، هذه الفرعية مع لجنة رئيسية تعلن عن الضوابط، تقابل المتقدمين، تعلن عن درجات الوظيفية المتعينين، وتعلن الموقع الإلكتروني الدرجات التي حصل عليها في الاختبار حتى يكون جميع على علم واطلاع ودراية عما حدث. لكن في حال تضرر أحدنا المواطنين أو المتقدمين لديه وسيلة للشكوى أو التشكي لدى لجنة في الأمانة العامة مؤلفة من الأمانة العامة، ديوان الرقابة المالية، هيئة النزاهة، وزارة التخطيط، ووزارة المالية لتقبل الشكاوى فيما يتعلق بحدوث خروقات في عملية التعيين، وبالتالي هنالك يعني لجنتان سوف تتولى. ليش أنا أنتظر الشكاوى تجيني دكتور سعد؟ يعني هاي اللجنة الرئيسية بعد اللجان الفرعية مجرد تسلم شكاوى تنظر في الشكاوى وتبت بالقرار، ليش تنتظر الشكاوى؟ ليش مو لجنة رئيسية تدقيقية للرقابة لكشف حالات التلاعب، لكشف حالات الفساد المحسوبية المنسوبية؟ ممكن الميت عين يجي شخص آخر غير هو ما يعرف تم التلاعب وتم استبعاده لأن إجا قرايب الوزير أو ابن عم المدير العام. هو بطبيعة حال هذه الآلية قائمة، مهمة ديوان الرقابة المالية في كل العمليات التي تجري للتعيين في الوزارات المختلفة وجهات غير مرتبطة هو التدقيق على عمل اللجان، هذا أمر آخر له مسار آخر ويجري بصورة منتظمة. أما هذه اللجنة فهي التقبل ديوان شكرا. الرقابة المالية أكيد مؤسسة مو جديدة، مؤسسة لها كل الاحترام، موجودة من زمان وكل التعيينات اللي حصلت وحضرتك تدري، والدكتور أيضا حيدر العبادي يعرف تعيينات تمت بلا ضوابط، تعيينات تمت على أساس ابن العشيرة وابن الحزب وبالنتيجة هذا الناتج، هذا نتاج الوزارات في بعض الوزارات وبعض المؤسسات سيء وسيء جدا. أنا أولا أنا أتحدث عن الحكومة الحالية لست معنيا بما كان يحدث سابقا، وهذه الإجراءات والتشديد فيها جاء لتلافي حالات التلاعب التي كانت تحدث سابقا. يعني بالمناسبة يعني عملية إعلان إطلاق الدرجات الوظيفية كان يمكن أن تحدث قبل الانتخابات، وهذا واضح يعني لماذا أخرت لها بعد الانتخابات حتى لا يتم استثمارها، لا يقال أنه رئيس الوزراء يحاول أن يستفيد من هذه الدرجات ولا أن وزير ممكن أن يستثمرها. هو خوف لا خوفنا من هذا الاستثمار ومن الوزراء بالتحديد ومن المدراء العام ووكلاء الوزارات. نص التعليمات يقول أنه الوزير المعني ورئيس الجهة المرتبطة واللجنة المشكلة يتحملان كامل المسؤولية في حال حدوث أي مخالفة أو خرق للضوابط في عملية التعيين. أنا بقالي دقيقة واحدة أريد أعرف أكو أفضلية لأحد على آخر فيما يتعلق بأصحاب العقود، الأجراء اليوميين، ذوي الشهداء؟ نعم، أولا فيما يتعلق بالمعدلات، يعني بالنسبة الذي لديه معدل 90% صعودا، معدل تخرج أقصد، يمنح 25 درجة، الجيد جدا يمنح 20 درجة، جيد 15 درجة، متوسط 10 درجات. لمن لديه عقد يمنح لكل سنة تعاقد مع الدولة درجتين، والحد الأعلى هو 20 درجة. لمن لديه عمل بأجر يومي يمنح عن كل سنة عمل أجر يومي درجة واحدة، والحد الأعلى 15 درجة. لمن لديه أطفال ومتزوج يمنح 15 درجة. لمن لديه أطفال وأرمل يمنح 10 درجات. لمن متزوج وليس لديه أطفال يمنح 5 درجات. لذوي الشهداء 10% من هذه الدرجات. للخريجي الشهادات العليا 5%. للأوائل على الكلية أو المعهد ثلاث الأوائل يعينون بشكل مباشر. نعم مباشر. وأيضا للأخوة لأي أعوام الأوائل يعينون؟ يعني هسه خريج مثلا السنة الماضية أو خريج هاي السنة يعين مباشرة ممن لم يتعين خلال السنوات السابقة؟ ممن لم يتعين؟ أيضا أكو عمر محدد؟ لا حقيقة التعليمات هذه ربما تنطبق حسب ضوابط الوزارة والجهة المعنية، يعني ربما ليس من المعقول أن تأتي بشخص عمره 60 سنة لتعينه في الوظيفة مثلا، هذا يعلن عنه خلال الضوابط والشروط والمعايير المطلوبة للتعيين خلال الموقع الإلكتروني الوزارة المعنية. خلينا شكرك الدكتور سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم الحكومة، نورت حضورك. كل الهلا بك. كل الهلا بك.
في حلقات البرنامج السابقة حذرنا عدة مرات من تنامي الإتجار بالمخدرات في العراق، وتكلمنا عن احترافية جديدة يعتمدها المهربون لتحويل العراق إلى سوق للمواد المخدرة بعد أن كان مجرد ترانزيت للمرور لدول الجوار مثل ما كان واضح. هذه الظاهرة تتنامى وفق مؤشرات خطيرة رصدتها الجهات المعنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وزادت في الآونة الأخيرة لدرجة أقدر أقول تثير القلق. ولما نقول تثير القلق أو تدعو للقلق، فمعناه أن مطارات العراق أصبحت منفذ للمهربين وفق تقارير رسمية. أبد مو قليل محاولة تهريب 7 ملايين حبة هلوسة من مطار بغداد ب 26 شباط 2018، والدليل أن ضبط الشحنة لم يردع المهربين من محاولة أخرى بعد شهر بالضبط وبنفس المطار يوم 26 آذار 2018. ولما كشفت السلطات محاولة بالشهر الرابع لتهريب كمية كبيرة من مادة الكريستال الخطيرة للعراق بميناء أم قصر بالبصرة، أيضا هذا الشيء ما منع المهربين من تصدير نصف طن هيروين، رقم مخيف أكيد. نعم، نصف طن من مادة الهيروين في حاوية جديدة وبنفس الميناء يوم 17 أيار 2018. ومعروف الهيروين من أغلى أنواع المخدرات، ما أتصور أحد يجرؤ بالعالم على تصديره بهذه الكميات إذا لم تكن، أقول إذا لم تكن له أرضية داعمة في البلد المستقبل عفوا لهذه المادة. إذا راجعنا سجلات منفذ زرباطية راح نشوف كل يوم يلقون القبض على محاولات عديدة لتهريب مادة الهيروين المدمرة لأدمغة ومستقبل الشباب بالتأكيد. هذا كله يعني شيء واحد، أن هنالك حرب جديدة تستهدف العراق، ألا وهي حرب المخدرات. وهذه الصفحة خلوا ببالكم هي مو أقل خطورة عن صفحات سبقتها من الإرهاب والفساد، وربما أخطر من هذه الصفحات. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. تحية مني أنا محدثكم علي عماد، ومن معد البرنامج حسين سعدون. لقاءنا باكر، مع السلامة.